السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دوسامودي. اليوم سوف نتكلم عن وقت تلقيح إناث الأرانب بعد الولادة. كثير من الناس أو المربون يشتكون من أن الأرنبة ماتت بعد الولادة، أو أن الأرنبة الأم أصابها الهزال بعد الولادة، أو أن الأرنبة الأم تركت صغارها بعد الولادة، أو أن الأرنبة الأم لم ترضع صغارها نظرا لقلة الحليب في حلاماتها. للإجابة عن هذه الأسئلة يجب فهم الموضوع من الناحية العكسية. فيجب أولا تلقيح الأنثى في السن المناسب وليس السن المبكر، يعني في 5 شهور. فإذا تجاوزنا هذه الخطوة يجب على المربي أن يراقب الأمهات بعد الولادة. فكل أم على أو كل أرنبة ولدت يجب مراقبتها على حدة. يجب أن تكون مختلف، يجب أن تراقب كل أم بطريقة لوحدها. يجب مراقبتها من الناحية الصحية، فإذا كانت هزيلة فيجب تأخير التلقيح بالنسبة للأرانب القليلة الصحة بعد الولادة، وتركها مدة حتى تسترجع صحتها، وحين ذلك يمكن تلقيحها مرة أخرى. ويجب إعطاء النبات المعدنوس والتفاف الذي سبق أن تكلمنا عنه، هو نبات يدر الحليب للأمهات، وكذلك العسل. العسل الرخيص وليس الغالي أو الحر، ملعقة العسل نضعها في الماء كافية أن الأرنب تستعيد، الأرنبة الأم تستعيد نشاطها، ويمكن حطه في الماء. أما بالنسبة للفيتامينات فهي ضرورية أيضا، يجب تزويد الأمهات بالفيتامينات، ويجب أن يكون هناك نموذج وخطة للتلقيح. فإذا كان المربي يريد أن يبيع الأرانب بالكيلوغرام يعني للذبيحة، فيجب تلقيح الأرنبة بعد 12 ساعة من الولادة لكي يفطم قبل شهر، يعني قبل 30 يوم. وإذا كان يريد أن يحصل على الأنثى ويكسب ذكور ويكسب أمهات جدد، فيجب أن ينتظر 5 أيام على الأقل ثم يلقح الأم مرة ثانية. لماذا؟ لأن يجب أن يفطم على 35 يوم وليس على 30 يوم. والقطيع الذي يفطم على 35 يوم يكتسب مناعة أكثر أولا، ويمكنه من العيش في صحة جيدة، لأن حليب الأم كالإنسان هو لا يعوض بأي محلول أو أي أكل آخر. لذا إذا أردنا كسب أمهات جدد يجب علينا أن نفطم على نفطم الصغار على 35 يوم، وكذلك الذكور. إذا فطمت على 35 يوم ورضعت من أم من حليب الأم سوف تحصلون على إناث وذكور جدد سليمي الصحة إن شاء الله. إذن هذه هي حلقتنا اليوم، هي وقت التلقيح بالنسبة للإناث الأرانب يعني الأمهات بعد الولادة. حلقتنا انتهت، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة. تذكرونا بزر جام، ولا تنسوا الاشتراك بالنسبة للجدد،
واضغطوا على زر الجرس كي يصلكم جديدي إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.